أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين، نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم. والبداية من العناوين. أنظار النظام الإيراني صوب طلاب الجامعات، حوار بنية مشبوهة، ورئيسي يقر بالاحتجاجات من جامعة طهران. المرشد الإيراني تلقى ضربة من دائرته الأولى، شقيقته تتبرأ منه وتتهمه بإعادة النهج القمعي للخميني. الرئيس الصيني يصل السعودية في زيارة تستمر لثلاثة أيام تشهد قمما خليجية وعربية. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق الحوار مع البرلمان الليبي اعتراضا على قانون المحكمة الدستورية ويطالب بإلغائه. يوم مغاير تعيشه إيران التي تشهد فورة في التظاهرات يقودها طلاب الجامعات بمناسبة يوم الطالب، وذلك بعد دعوات للاحتجاج في عموم أرجاء البلاد تزامنا مع الإضراب الذي عم أسواقا مختلفة في المحافظات الإيرانية وتحديدا الكردية منها، والامتصاص موجة الغضب الشعبي. زعمت صحيفة كيهان المقربة من المرشد علي خامنئي أن حوارا يجري بين الطلاب والمسؤولين في خطوة تتناقض تماما مع ما يجري على الأرض من قمع وأحكام إعدام تصدر بحق المتظاهرين الذين يشكل الشباب والطلاب عصبهم الرئيس. من جهته وفي محاولة منه لكسر موجة الاحتجاجات الطلابية، اعترف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتظاهرات وقال إنه يتوجب الاستماع إلى الطلاب. وفي كلمة له خلال حضوره بين الطلبة الجامعيين في جامعة طهران، قال رئيسي إنه ينبغي سماع الاحتجاجات، مشيرا إلى أنها تختلف عن أعمال الشغب. ولم ينسى رئيسي كعادته اتهام أمريكا بالتخطيط لما يجري في بلاده لتصبح تكرارا لما حدث في سوريا وأفغانستان. وفق قوله: همه این مغازه ها بستن، ایام شمالی انسان هم یک آمی شبه ساده نمیتونم فیلم بگیرم. شکر من دبي انضم إلينا المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحدث مسعود الفك. مرحبا بك أستاذ مسعود، ما قيمة ما يأتي تأشيرا وتلميحا وفي بعض الأحيان بشكل مباشر من المسؤولين الإيرانيين الاعتراف بهذه التظاهرات ولا بد من مناقشة المتظاهرين؟ تحياتي لك يا حسين وللمشاهدين الكرام. مرحبا بك. بلا شك هذه الأقوال وهذه التصريحات للمسؤولين الإيرانيين في هذه الظروف الآن بعد هذه الفترة الطويلة يتحدثون عن الاحتجاجات ويتحدثون عن علينا أن نعترف، إلا أنهم عندما يعترفون وعندما يلمحون بهذه الاحتجاجات يتصرفون بشكل لا يوحي بأنهم يريدون الاعتراف بالحقيقة. نوع من التخبط كان اليوم في كلام الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من جهة يقول يجب أن نسمع
صوت الاحتجاج، ومرة أخرى يقول المشاغبين، وثم يلقي اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية، أي لا يزال لا يستطيع الخروج من دائرة نظرية المؤامرة، لا يزال يتخبط في دائرة المؤامرة ويحاول أن يثبت للعالم بأن ما يحدث في إيران شيء بسيط والباقي هو من عمل الولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث في الداخل، من يعرف الوضع الإيراني وينظر للوضع بشكل منصف وبشكل حتى محايد دون أن ينحاز لأي جهة، يعرف بأن هناك احتجاجات حقيقية ذاتية تخرج من صلب المعضلات الإيرانية التي حاول النظام بالمكابرة التغاضي عنها وعدم إيجاد حلها. طيب، يعني كان هناك صوت للمثقفين، للرياضيين، للفنانين، ولكن أن يأتي الانتقاد من شقيقة المرشد، هذا تحول كبير في الداخل الإيراني أستاذ مسعود. المسألة ليست، أنا لا، لأن هذه الشقيقة بالنهاية هي كانت منذ البداية تعارض النظام، وزوجها كان يعارض النظام، إلا إنها هي قريبة من بيوتات السلطة في داخل إيران، هي شقيقة أهم شخصية داخل النظام الإيراني وهو المرشد الأعلى، لذا هي أدرى من غيرها بما يدور خلف الستار وبما يحدث في داخل إيران، لذا قالت وهي اعترفت بأنها حاولت مرارا بأن توصل صوت الشارع وصوت الناس إلى شقيقها، إلا أنه لا يريد أن يسمع كما تقول. وأنا بالنسبة لي يعني غير مستغرب، لأنني أعرف تاريخ هذه الأسرة، هي زوجة شيخ علي طهراني، والشيخ علي طهراني كان في البداية مع الثورة، ولكن سرعان ما انشق عن الخط الذي هو كان يعتقد بأنه خط يؤدي إلى الاستبداد ويؤدي إلى القضاء على الحريات داخل إيران. طيب أستاذ مسعود، مسألة اتهام السلطات التي أتيت عليها قبل قليل، إلى أي حد من الممكن أن تنقذ هذه السلطة القائمة، بمعنى توظيف بعض الدعم وإن كان قليلا ولا يتناسب مع تضحيات الإيرانيين في الداخل، لا موقف واشنطن ولا غيرها من العواصم الأوروبية في مسألة استمرار القمع من قبل هذه السلطة؟ بالنسبة أنا، مسألة التعويل على القوى الخارجية بشكل عام بالنسبة للثورات وبالنسبة للانتفاضات والاحتجاجات، باعتقادي سوف تحولها إلى احتجاجات اتكالية، والاحتجاجات الاتكالية التي لا تستمد طاقاتها وقواتها من صلب الشارع ومن صلب الجماهير، سوف تواجه الهزيمة. لا يمكن لأي احتجاج أن يتكل على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الغرب. الغرب من حقه أو من أي حق أي دولة أخرى أن تتخذ موقف مؤيد. المتظاهرون في الداخل الإيراني أستاذ مسعود حتى اللحظة لم يرفعوا شعارا بطلب التدخل أو المساعدة أو غير ذلك، هم بمعزل تماما عن المواقف الغربية. نعم، ولكن السلطة تلحقهم بالسفارات وتلحقهم بوزارات الخارجية لهذه الدول، يعني إلى أي حد هذا التوظيف من قبل السلطة يعني يساعدها أو يبرر السلطات الإيرانية؟ طبعاً توظيفها من قبل السلطات الإيرانية. طبعاً. نعم. طبعاً. إلى أي نعم. إلى أي حد يساعدها أو يمكنها من القمع أكثر؟ باعتقادي هي تبحث عن 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 مختلف الذرائع، وبعض الأحيان لا تحتاج إلى ذريعة للقمع، عندما تشعر بالخطر لا أعتقد تتريف حتى تجد ذريعة للقمع، سوف تقدم على ذلك عندما تشعر بأنها في مرحلة حياة وموت، وعندما تشعر بأنها تقترب من حافة الهاوية بلا شك لا تهتم بما يدور خارج الحدود، وتقوم بما تراه ضروري للحفاظ على النظام، وهو من أوجب الواجبات وفق العقيدة السياسية المبنية عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
سوف تتصرف وفقا لهذه العقيدة السياسية، ولا الآن تحاول توظيف بعض المواقف، مثلا تدخل منظمات حقوق الإنسان في الشأن الإيراني هو يأتي من منطلق سياسي أو ما شابه ذلك، وهذا ما يتكرر دائما من قبل السلطات في إيران تجاه مثلا منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الأخرى التي تدافع عن الشعوب في داخل إيران وعن حقوقها. إلا أن الشارع الإيراني أيضا لا يهمه موقف السلطات تجاه منظمات حقوق الإنسان في الخارج، ما يدور في الشارع هي معركة ساحتها الشوارع في مختلف المدن الإيرانية قبل كل شيء. شكرا جزيلا لك من دبي، المتخصص في الشأن الإيراني في قناة الحدث، الأستاذ مسعود الفك. وفي تطور لافت، تلقى المرشد الإيراني علي خامنئي ضربة من دائرته الأولى، حيث أصدرت شقيقته بدري حسيني خامنئي التي تعيش في طهران بيانا أعلنت فيه براءتها من شقيقها، وأشارت إلى أن المرشد ليست له أذن مصغية ويواصل طريق الخميني في قمع وقتل الأبرياء، وأضافت أنها أوصلت إليه صوت الشعب المطالب بحقوقه مرارا وتكرارا من دون جدوى، وعبرت عن تعاطفها مع جميع الأمهات اللواتي عشن على جرائم النظام الإيراني، مشيرة في الوقت ذاته أنها لاقت نفس المصير بعد اعتقال ابنتها فريدة مراد خاني التي كانت وجهت انتقادات لخالها المرشد الإيراني. كما طلبت شقيقة خامنئي من الحرس الثوري ومن وصفتهم بمرتزقة خامنئي إلقاء أسلحتهم بأسرع ما يمكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان. أيها الأحرار، كونوا معنا، وقفوا إلى جانبنا حتى تتوقف حكوماتكم عن دعم هذا النظام قاتل الأطفال. هذا النظام لا يلتزم بأي من المبادئ الدينية، ولا يعرف قانونا ولا قاعدة للحكم سوى القوة والمال ليحافظ على سلطته بأي طريقة ممكنة. با سلام، امروز 16/9/1401 چهار رسولی زاهدان همراه با اعتصابات مردم. من بروكسل تنضم إلينا منى سلاوي الباحثة في الشأن الإيراني. مرحبا بك أستاذة منى، أي رسالة يمكن أن تصل من خلال ما أتت عليه شقيقة مرشد إيران؟ تحياتي لك وللمشاهدين. الرسالة المهمة اللي ممكن نحللها أنه بالفعل هناك أزمة حقيقية في إيران، وبالفعل هناك نقول أنه دخلت إيران مرحلة ثورة وخطر جدي على انهيار النظام. صحيح أنه هذه العائلة بالأساس كانوا من معارضين لخامنئي منذ البداية، يعني علي طهراني زوج بدري هو معروف بالشيخ علي طهراني، منذ أن يعني قرروا أنه خامنئي يصبح رئيس يصبح إمام جامع إمام جمعة طهران كان يعارضه، فاستمرت هذه المعارضة
المعارضات ولكن المشكلة أنه الشعب الإيراني في الشارع لا يهتم كثيرا بهذه القضايا. لماذا؟ لأنه يرى في النهاية مولالي وعائلة المولالي ممكن يختلفون لأنه لا يوجد هناك ممكن مصالح لهذه الأسرة. في كثير يظنون أنه علي طهراني كان يعارض خامنئي لأنه فقد المصالح، أو بعض يتهمون أنه هو كان محسوب على المجاهدين. لذلك في النهاية هي الرسالة واضحة أنه هناك في مشكلة حقيقية في النظام، في احتمالية انهيار النظام بشكل أنه أشخاص مقربين لخامنئي يأتون ويتكلمون بهذه الجدية، ولكن في المقابل الشعب الإيراني لا يراهم كقادة ممكن أن يذهبون خلفهم، لأنه لديهم نفس التخوف في النهاية أنه يغيرون ملة بملة آخر حتى وإذا كانوا معارضين، ولكن لصالح الشارع الإيراني لا يصبح هناك تداخلات واقتتالات داخلية. كما حسب ما يقال من هذه الأسرة أنه كانوا يحاولون أيضا يوصلون صوت الشارع إلى خامنئي، ولكن هو كان رافض للسماع. فبالنهاية كما أنه الشعب يتخوف مثلا من أبناء رفسنجاني على رقم معارضتهم الشديدة للنظام الإيراني، اعتقالاتهم المتكررة، أيضا يعني أشخاص مقربين لعائلة خامنئي وأن أعرضوا لا يشكرون بالنسبة للشارع الإيراني أهمية أو يستطيعون أن يتحولون إلى قيادة لهذه الثورة. طيب، ولكن هذا الكلام ألا يفتح الباب عريضا أمام بعض الأصوات التي لا تستطيع حتى اللحظة الانتقاد من الدائرة المقربة للسلطات؟ يعني في حال أنا الأرجح يعني هذه العائلة على رغم يعني أنه كانوا قريبين لخامنئي لم يستفادوا كثيرا من السلطة بسبب بداية تعارضهم مع خامنئي. فأشخاص مقربين آخرين إذا مستفادين مستحيل أن ينتقدون، لأنه في النهاية ماذا ينتقدون؟ هم 40 سنة في الحكم وهم سبب هذه المشاكل. إذا في هناك انهيار اقتصادي وإذا مشاكل إيديولوجية، هؤلاء كانوا مقربين من خامنئي واستفادوا من خامنئي، لذلك كيف ينتقدون؟ مثلا عائلة لاريجاني أيضا لديهم مشكلة الآن مع خامنئي، ولكن 40 سنة أربع أخوة كانوا يستلمون، كانوا أربع سلطات في البلاد، يعني فساد كامل. يعني أخ كان رئيس مجلس، وأخ كان رئيس قوة قضائية، وكان أخ آخر بالاقتصاد، وكانوا يطمحون أيضا ليصبحوا رئيس جمهورية. يعني عائلة واحدة كان مستلم السلطات بهذه الطريقة، ولكن لا نراهم ينتقدون النظام الآن أو حتى يتكلمون. لماذا؟ لأنه هم مستفيدين، هو كانوا 40 سنة في هذا النظام، على رقم الآن حذفهم من السلطة، غير مستعدين أن ينضمون إلى الشارع الإيراني. اللهم إذا ممكن في النهاية عندما يكون نظام بالانهيار ويكون لديهم تخوف أن يتعرضوا للمحكمة ممكن يصرحون بأشياء، ولكن حتى اللحظة نرى أشخاص المقربين من خامنئي المستفيدين من النظام من المستحيل أن ينتقدوا. طيب، ما تأثير هكذا رسائل على السلطات ذاتها أستاذة منى؟ يعني تحسب لها حسابا أو لا كل هذا لا يؤثر معها؟ مزيد من القمع ومزيد من الإصرار ولا تراجع؟ أنا لا أظن يتراجعون بسبب اعتراض مثلا أخت أو بنت أخت خامنئي على هذه التصرفات للنظام، ولكن في النهاية يسبب انهيار للروح المعنوية للقوات القمع في الشارع عندما يرون مثلا أخت خامنئي أيضا تنتقد أخوها وليست مستعدة أن توقف مع أخوها، طبعا يؤثر على القوات القمعية. كما أيضا يودي رسائل إلى الدول الغربية أنه من المفروض لا يستثمرون كثيرا على هذه الحكومة، بما أن أشخاص مقربين لخامنئي يدعون أنهم غير موافقين مع ما يحصل. كما أنه هذه الرسالة مهمة جدا، في كثير كانوا يحاولون يقولون أنه خامنئي إنسان رؤوف قلبه طيب، ولكن الناس اللي حواليه هم مش طيبين، ولكن لما أخت خامنئي تجي وتتكلم بهذه الطريقة، أيضا هذه الرواية اللي حاولت أن تروج له بيت القائد أو أشخاص مقربين إلى أساس أنه هو إنسان جيد ولكن حواليه إنسان مش جيد، أيضا يسقط هذه الرواية اللي حاولوا يعني ينشروها بين الناس أنه أخته بالنهاية هي اللي تقول أنه هو خلف كل هذه الجرائم اللي تحصل وهو من المفروض أن يترك الحكم. إذا لم يستطع أن يؤثر في عائلته المرشد، كيف له قيادة شعب بأكمله يا أستاذة منى؟
هو يقود الشعب بعنف، يعني هذا النظام، هذه اللي سميت ثورة إسلامية، ثورة خميني، من البداية بدأت مع القمع، يعني من يعني هول الجرائم اللي ارتكبت في بداية الثورة، محاكم الثورة اللي صارت بخلال 10 دقائق، وأشخاص اللي كانوا يتم إعدامهم بشكل عشوائي، يعني في جرائد موجودة من بداية الثورة فيها صور من أشخاص معدومين وكتبوا فيها لا نعرف أساميهم، من يتعرف عليهم يأتي ليستلم الجثث، يعني بهذه الطريقة قتلوا الناس. ولكن بهذيك الأيام بسبب هذه القطبين الإمبريالية والأساس القوات التقدمية كانوا يظنون أن كل شيء مبرر، ولا كانوا يصدقون أساسا عندما كان يتم الحديث عن ما يحصل في إيران. ولكن الآن الوضع تغير، فناس ترأى هذه الجرائم، حتى الآن نحن نتكلم عن جرائم اللي حصلت في الماضي، في ناس ما ليسوا مستعدين أن يتقبلوا بسبب هول الجرائم اللي حصلت في بداية الثورة. خامنئي وخميني استمروا بالقمع، يعني شاهدين خلال 10 سنوات الماضية القليل كل عام كان لدينا احتجاجات كبيرة، وبكل احتجاجات هناك أخبار عن تعذيب، حتى اغتصاب الرجال في السجون، القتل، الاختفاء، يعني وبالألاف، ليست مثلا 10 و20 بل بألاف. يعني كما أنه النظام أيضا تستخدم مثلا أحكام الإعدام، الأحكام التعسفية لتحكم بالمجتمع الإيراني بهذه الطريقة، ويعني لديهم سياسة النصر بالرعب. يعني طيب يعني إلى أي حد مسألة تحرك النساء الإيرانيات دفع شقيقة يعني خامنئي للحديث، يعني باعتبار أن عنصر النساء هو الذي قاد هذه التظاهرات هذه المرة؟ يعني ليست مستبعدة، لأنه النساء اللي عايشين في ظروف بيوت متدينين جدا أو مذهبيين، أنه هي زوجها كان رجل دين، بل بالعادة يحسون أكثر بالاضطهاد، أكثر ممكن من النساء اللي ممكن من طبقة متوسطة ولديها أكثر من هامش الحرية، من النساء اللي أيضا مجبورات أن يقبلن هذه القوانين التمييزية، لأنه في النهاية المرأة اللي تكون زوجة شيخ أو تكون أولادها معممين، في النهاية حتى ولو شاهدت القوانين التمييزية كانوا يسكتونهم باسم الدين في النهاية، أنه هكذا يقول الدين ولازم تقبل فيها. فتراها أنه أحيانا هي تكون محرجة أن تتمرد، لأنه لازم تتمرد على أسرتها، تتمرد على زوجها وأولادها. لذلك نرى الآن هذه الدعم لهذه الانتفاضة من النساء التقليديات اللي كبرنا ببيوت مذهبية، أيضا نوع من المحاولة لمطالبة بالحقوق دون أن يكون هناك تمرد داخل البيت، دون أن ما تشعر أنه هي بالفعل تتمرد على زوجها وتتمرد على قيام اللي هي تربت فيها نوعا ما. يعني حتى نرى المحجبات كثيرا يقولون نحن مع حجاب الاختياري. طيب. يعني يحاولون أن يمسكون العصاية من النص دون أن يسببون مشاكل داخل الأسرة، يدعمون أيضا الحراك النسوي في إيران. ماذا قال محمود درويش أستاذ منى؟ قال إذا أعيد لك المقاهي القديمة من يعيد لك الرفاق. نعم. إذا ما خطأت مرة في أن نعم. يقول لها بل نعم. شكرا جزيلا لك من بروكسل منى السيلاوي، الباحثة في الشأن الإيراني. الأخبار ليلة مستمرة وفيها بعد قليل. رئيس البرلمان العراقي يستبعد عودة النازحين إلى جرف الصخر بسبب سيطرة الميليشيات. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الإفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء
أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن إعادة النازحين إلى مدينة جرف الصخر غير ممكن من دون السيطرة أمنيا على المدينة التي تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة وفق قوله. وأضاف الحلبوسي أن إدارة ائتلاف الدولة، وهو الائتلاف الذي يضم معظم الكتل السياسية التي شكلت حكومة محمد شياع السوداني، غير قادر على الدخول إلى جرف الصخر، غير قادر. يذكر أن المدينة تقع في محافظة بابل جنوب بغداد، وتخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران منذ سنوات عدة، وتنشط فيها عمليات صناعة الأسلحة والصواريخ ومقار لتدريب عناصر الميليشيات. تتمكن الدولة من إعادة مواطنين جرف الصخر إلا بإعادة يعني السيطرة على هذه المدينة، السيطرة على البساتين اللي موجودة في جرف الصخر، بساتين خارج سلطة الدولة. لمن؟ لفصائل مسلحة. فصائل مسلحة. مسيطرة على البساتين. إيه مسيطرة طيب على هاي المزارع اللي بجرف الصخر كله. طيب ائتلاف إدارة الدولة، قيادات الإطار. كل ائتلاف إدارة الدولة ما يقدر يطبون جرف الصخر. ما يقدرون يطبون؟ يعني خارج قبل سنتهم. ينضم إلينا من بغداد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم الوطني النائب عبد الكريم عبطان الجبوري. مرحبا بك سعادة النائب. من يستطيع تخليص جرف الصخر وأبناء هذه المنطقة من ظلم الميليشيات التي تسيطر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخ حسين على هذه الاستضافة، وتحية لجمهوركم الكريم وقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. أعتقد موضوع جرف الصخر هو من المواضيع الضاغطة والمهمة والمحرجة أيضا. المن محرجة؟ محرجة للجميع، محرجة لممثلي تلك المنطقة، ومحرجة للحكومة، ومحرجة للكون كل، لأنه تكلمنا كثيرا مع الجهات المهمة وخاصة مسؤولين من رئيس الوزراء وانت ماشي. تكلمنا بهذا الأمر طبعا رئيس الوزراء السابق اللي قبل يعني زمان العبادي، خلينا نقول أكثر شيء، لأنه صارت أنه احتلال جرف الصخر بهاي المرحلة أو سقوطها. الآن جرف الصخر لا يستطيع كما قال رئيس البرلمان، وهو يعني يعي ما يقول، لا يستطيع أي شخص أن يدخل جرف الصخر بما فيهم رئيس الوزراء. راح أعطيك مثال بسيط جدا، أعتقد في مرة من المرات احنا تكلمنا به أو طلع من خلال الإعلام. أحد الوزراء الشخصيات المهمة كان وزيرا للداخلية اللي هو السيد محمد الغضبان، وهو ينتمي إلى كتلة مهمة أيضا اللي هي كتلة بدر، كانت باقته ولهم يعني حضور سياسي والتمثيل والآخري. راح يزور المنطقة، وصولا للمنطقة لولا تدخل جهات معنية بهذا الأمر وبعض الأمور لكان محمد الغضبان في هذه المنطقة انتهى حقيقة الأمر. لذلك
هذا الموضوع خارج الإرادة. هذا الأمور يسبب إحراج لهيبة الدولة وسمعة الدولة، ويسبب إحراج لممثلين تلك المنطقة وللقانون أيضا. قانون المادة 17 حق السكن مكفول، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. المادة 19 أيضا تشير إلى هذا الأمر. منطقة تحررت ممكن أن يسوون بها فلترة أمنية، يتكلمون مع جهات ممثلة هناك، الأمن الوطني، المخابرات، الأمور الأخرى. واللي ما عنده شيء خرجوا له هلا، هو بالنتيجة هو عراقي والجرف هو للجميع حقيقة. طيب زين، لذلك هذا الموضوع حرج. هذا جانب. جانب الآخر أستاذ حسين، جانب الآخر، أكو برنامج حكومي، أكو منهاج حكومي صار، والمنهاج الحكومي تم الاتفاق عليه. أنت تسلم وزارة الداخلية المناطق. ممكن أن نطبق يعني نكمل يعني المنهاج الحكومي، نتمنى أن يتطبق، ولكن على الأقل خلي نسبة نجاح 50-60% من عنده. من ضمن المنهاج الحكومي دخلت موضوع بالاسم عودة نازحي جرف الصخر، لأنه تعرف جنابك العدد مو قليل، العدد يقارب 50,000 دار، والخمسين ألف دار الآن قسم منهم بالخيم وعايشين حالة إذلال، وقسم منهم نازلين في عملية الفلوجة يشوفون أهلهم ومناطقهم وبيوتهم قدامهم ما يقدر يرجعون، وقسم من الناس تقول أكو مشروع 190 يسموه ما أعرف اسمه إيش، هذا بيسجون، قسم يقولون ما بي. افتحوا المجال للحكومة خل تدخل هذا المكان وصف الأمور حتى نخلص من هذه القضية. قبل وأكو منطقة محاذية إلها أيضا اسمها العواسات، أيضا هذه مهجرة. قبل مسألة فتح المجال للحكومة سعادة النائب، يعني مسألة الإرهاب وشماعة الإرهاب، يعني كيف يعرف الإرهابي في هذه المنطقة من قبل هذه الميليشيات وبعض من يوالي إيران؟ يعني رمي على الدم مثلا، من عيونه مثلا، من آثاره على الأرض؟ يعني لماذا كل هذا الظلم؟ لماذا تسكتون على كل هذا الظلم لأبناء هذه المنطقة، سواء رئاسة البرلمان أو كل النواب الذين يمثلون المحافظات الغربية؟ احنا ما سكتنا ولا راح نسكت أبدا. وهذا الموضوع ما له علاقة بالجنبة السياسية، هذا الموضوع إنساني بحت. دا نتكلم عن قضايا إنسانية مثل ما دا نتكلم عن العفو العام، عن الأبرياء اللي انتزعت اعترافاتهم بالإكراه، مثل ما نتكلم عن المختفين قسرا أو المغدورين وين راحوا. إحنا حكومة، إحنا ما خايفين من أحد، نجي المجرم نقول مجرم، واللي مو مجرم نقول هذا مو مجرم، ونخليه يعيش على حال العراقي. هذا الموضوع موضوع عالي. سألت أحد الإخوان مسؤول كبير بالدولة، قلت له أكو غيرنا يحكم البلد حتى نروح نحكي وياه؟ إذا أكو غيرنا يحكم البلد حتى نحكي وياه، أنت رئيس وزراء وفلان رئيس حكومة هم حكينا وياه وفلان رئيس برلمان. لا، لا يجوز أن يبقى العراقي مشرد، لأنه إحنا كنا ضد الإرهاب وإحنا ضحية الإرهاب، مناطقنا تدمرت، بساتيننا راحت، زلمنا تجنطت، وهذا الأمر صار على المناطق، يعني مناطقنا حقيقة. حتى أنقل لك يا سعادة النائب بعض العبارات وبعض المعلومات، تقول بأنه حتى الجانب الإيراني يقول لن يعود أحد إلى هذه المنطقة بناء على أن هذه الميليشيات سيد الشهداء والنجباء وحزب الله وغير هؤلاء هم من يسيطر على هذه المدينة، إلا أن يكون هناك ضمان في المستقبل أن تبقى هذه الميليشيات موجودة، لأن هذه الميليشيات تأخذ من هذه المنطقة عاصمة اقتصادية، هي منطقة غنية جدا. احنا عندنا جيش وشرطة، يعني ما نعرف، يعني اكو ايضا حشد تم التصويت عليه يعني رسمي، اما خارج هذني هذا خارج القانون، يعني خلينا نحكي بصراحة. طبعا انت فتحت شهيتي لكلام مهم راح اقول لك اياه، انه تدخل الايراني في موضوع جرف الصخر. دكتور اياد علاوي كان رئيس القائمة الوطنية، شيخ العشيرة مال جرف الصخر كان ويانا نائب، شيخ عدنان الجنابي رئيس عشيرة الجنابي معروف
وهو رجل فاضل ونائب لأكثر من دورة تعرفه. والنعم. وكان وزير وإلى آخره بزمان دكتور عياد. فقال له دكتور عياد أحدهم قال لي أنت لا تتعبون أنفسكم تحجون هنا، لأن هذا القرار مو هنا، القرار خارج الحدود. فقال له وين القرار؟ قال له القرار بيران. أخذ وفد وياه لأنه يريد يرجع أهله ويريد يرجع زلمه لهاي المنطقة ونسوانهم وأطفالهم، باعتبار هالمنطقة وشردوا ووصلوا إلى مرحلة من مشايخ وعوائل وإلى آخره، يعني إلى عايشين على المساعدات. فراح لإيران، بإيران قالوا الموضوع مو يمنع، موضوعك بلبنان. يابا يم لبنان؟ قال لهم يم شخص اسمه كوثراني هو مسؤول الملف مال العراق. راحوا لبنان. كوثراني سيربطه مو يمي بالمهدي ربطه. وين وين الروح؟ تسمعني؟ يلا. راحوا قالوا كوثراني قال لهم مو يمي الموضوع هذا شأن داخلي وانتم بياناتكم وهالقضية سياسية. رحنا للسياسيين يابا هاي سياسية خنحلها، عسكرية خنتفاهم، دولة مو عراقيين سفروهم، مجرمين حاكموهم، فلا تخلون هالشماعة الناس تحشي والأمم المتحدة تحشي والإعلام يحشي والآخر. ولذلك أنا كناصح أمين ورجل يعني عندي سمعة بلدي مهمة ودافع عنها بكل ما أملك قوة، استقدر عليها أنه هاي الملفات المفروض تنتهي حتى نخلص من الحرج. إحنا الآن ده ننحرج يعني وغيري، يعني هسه النائب اللي تمثلهم اللي انتخبوها وهم بالخيام نازحين، أتحداها تصل 10 مترات من جرف الصخر، مو الطب من جرف الصخر، 10 مترات من جرف الصخر ما طب عادي شنو شكو جوا ما حد يدري، يعني لا وزير يدري ولا مسؤول ولا كل شيء. شكرا عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي والقيادي في تحالف تقدم الوطني النائب العراقي الأستاذ عبد الكريم عبطان الجبوري. قتل 3 متظاهرين وأصيب العشرات في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة الناصرية عاصمة ذي قار بعد مطالبتهم بالإفراج عن ناشط حكم عليه بسجن 3 سنوات بسبب إعادة نشر تغريدة تنتقد ميليشيا الحشد الشعبي. وكانت المحكمة الجنائية في بغداد أصدرت حكما بالسجن بحق الناشط حيدر الزيدي البالغ من العمر 20 عاما بتهمة إهانة مسؤول عراقي بعد نشره تغريدة في يناير على حسابه في تويتر تسخر من أبي مهدي المهندس نائب قائد قوات ميليشيا الحشد الشعبي الذي قتل في غارة أمريكية خلال مرافقته لقائد فيلق القدس قاسم سليماني. لكن زيدي نفى تلك الاتهامات وقال إن شخصا ما اخترق حسابه ونشر تلك التغريدة. الأخبار الليلة مستمرة وفيها بعد قليل. المجلس الأعلى للدولة الليبي يطالب البرلمان بإلغاء قانون المحكمة الدستورية. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال. أنا ما معناش حتى حق أقول لك حق الدب الماي. كل توقيعات أو التزامات الحوثيين بحماية الأطفال وعدم إقحامهم في الجبهات كلها تبخرت. هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية. تستمر الخروقات منذ الساعة الأولى لإعلان الهدنة. وفقا لمصادر أمنية حتى الآن لا يوجد قتلى ولا جرحى. ماذا يعني ذلك لليمنيين في الداخل؟ هناك صراعات سياسية على السلطة. اليمني كما قلت يتعرض إلى انتهاكات من الحوثيين، كيف باللاج؟ حاصرتها بالسلاح
وأطلقت عليها النار وأحرقت الفنادق والسكنات الشعبية التي بناها هؤلاء في هذا الوادي. ولا يعني كأنه الناس يعني يفكرون كيف حال الناس وكيف وكيف حالنا. إلى ماذا يرمي الحوثيون من خلال هذه الانتهاكات؟ نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فرون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أهلا بكم من جديد. أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تعليق كافة المشاورات مع البرلمان ورئاسته وأعمال اللجان المشتركة بين المجلسين حتى يتم إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي والذي صوت عليه البرلمان في جلسته الأخيرة. وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في بيان له، طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بضرورة إلغاء القرار معتبرا أنه صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان. كما وجه المشري خطابا إلى المجلس الأعلى للقضاء والجهات القضائية أشار فيه إلى خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا، وحذر من أن الآثار المترتبة على هذا القانون قد تؤدي بالبلاد ووحدتها وتضر باستقلالية القضاء. من جهته أبدى رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أبدى استغرابه من الهجوم على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يحمي الحقوق والحريات ويحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري. من طبرق ينضم إلينا المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي عبد الكريم المريمي. من طرابلس ينضم إلينا المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية السنوسي إسماعيل. مرحبا بكما سيد السنوسي سعادة المستشار الأستاذ عبد الكريم. وأبدأ من عندك، ما معنى أن تعلق المشاورات ما بين المجلسين الأعلى للدولة والبرلمان؟ مرحبا، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم وبالسادة والسيدات متتبعي قناتكم المؤقرة. أهلا وسهلا. طبعا التعليق هو ليس يعني التعليق ليس يعني قفل باب الحوار والنقاش ما بين المجلسين، ولكنه تعليقا مؤقتا إلى حين التفاهم حول إصدار هذا القانون. فالأمر يعني ليس يعني نهاية المطاف، يعني ليست يعني قطيعة ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فالتعليق عادة يكون يعني مؤقتا إلى حين التفاهم حول ما صدر من مجلس النواب من قانون له علاقة بالمحكمة الدستورية في ليبيا. طيب أستاذ السنوسي، مسألة المحكمة، أي اعتراض لدى المجلس الأعلى للدولة على مسألة إنفاذها و يعني المضي بهذه الخطوة؟ تحية لكم طيبة ولضيفك ولكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. هو طبعا موقف المجلس الأعلى للدولة والذي كان ربما نستطيع أن نقول أنه شديد جدا إزاء مسألة تأسيس محكمة دستورية ونقل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى بنغازي. طبعا هذه المسألة هي موجودة الحقيقة في الوثيقة الدستورية التي يعني يجري حولها النقاش، إلى الآن لم تتم ولم تأخذ شكلها النهائي فيما يخص اللي هي حوار اللجنة المشتركة بين
مجلس نواب الدولة أو فيما نسميه المسار الدستوري الذي ينعقد عادة في القاهرة. لذلك أعتقد بأن ربما خطوة مجلس النواب يعني الحقيقة لم تكن موفقة من حيث توقيتها، لأن تأسيس محكمة دستورية الآن بهذا الشكل يعني وفي هذا التوقيت يعني يتسبب في إشكاليات يعني حتى فيما يخص السلطة القضائية وكيفية تعاطيها مع هذا الوضع، يعني لأن هناك طعون موجودة لدى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ورد مجلس النواب ربما عليها باعتبار أن هذه الطعون أغلبها تشمل قرارات لمجلس النواب يفترض أن تنظر فيها اللي هي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. ولكن إذا عدنا بصراحة إلى السنوات الماضية كان هناك تجميد لعمل الدائرة الدستورية بحكم أن القضاء يعني وجد أن الخلافات السياسية يعني الشقة ربما بعيدة بين الأطراف السياسية الليبية تصل حتى إلى درجة القتال بينها، والقضاء نأى بنفسه عن هذه التجاذبات وهذه الخلافات وهذه الصراعات السياسية بحيث يعني يحفظ للقضاء هيبته ووحدته ويستمر كآخر ربما قلعة في من قلاع الدولة الليبية لا يزال إلى الآن يعني متمسك بوحدته أو بوحدة هذه المؤسسة. لذلك أعتقد بأن رفض مجلس الدولة ربما يكون مبالغ فيه، يعني يفترض أن يكون هناك رفض لهذا القانون أو لهذا القرار الجديد، ولكن لا يعني هناك تباين داخل مجلس الدولة، ليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع حول مسألة إيقاف اللي هو الحوار وإيقاف ربما الاتصالات بين رئيسي المجلسين وعمل اللجان المشتركة وإلى آخره، لأن هذا العمل حقيقة هو عمل سياسي كبير جدا يقرب الموعد الانتخابات، ويعني ربما يصنع يعني عمل أو يصنع سياسة بحيث لا يكون هناك عودة إلى مربع الاحتراب، وأيضا يعني يكون هناك لنقل تبرير حتى لوجود مجلس نواب الدولة، لأن مجلس نواب الدولة بصراحة هناك الرأي العام غاضب جدا من بقاء المجلسين وطولة المدة، فلذلك إيقاف لنقل الحوار بين المجلسين أعتقد بأنه ليس في صالح العملية السياسية وربما أيضا ليس في صالح المجلسين. الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، هذا ما يريده مجلس النواب سيد السنوسي، وهنا لابد أن أسأل الأستاذ عبد الكريم، بينما المجلس الأعلى للدولة يقول بأنه لابد من يعني بقاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس الدستورية والدائرة الدستورية، ومجلس النواب يصر على يعني إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي، والحوار والمناقشات علقت على هذا الأساس. هل من نقاط تفاهم أو عودة من البرلمان عن هذا القانون أو لا؟ لا سيدي الكريم، طبعا نحن نعرف بأن إصدار القوانين هي بالدرجة الأولى من اختصاص مجلس النواب حتى وفق الاتفاق السياسي، بلاش الإعلان الدستوري والقوانين السارية في البلاد هذه خليها جانبا، خلينا في الاتفاق السياسي. حتى في الاتفاق السياسي كل مواده من أول مادة إلى آخر مادة المعني بإصدار القوانين هو مجلس النواب. المجلس الأعلى للدولة هذا جسم استشاري، وهذه استشارة قد تأخذ بها وقد لا تأخذ بها، وليس كل القوانين تريد أن تستشير المجلس الأعلى. إنشاء محكمة دستورية ليس من ضمن الصلاحيات التشريعية، هذا ما يقوله خالد المشري أستاذ عبد الكريم. لا سيدي الكريم، لا هذا من اختصاص مجلس النواب، لا من اختصاصه، ولكن أيضا لا بد وللقضاء أو الهيئة القضائية والهيئات القضائية في ليبيا من خلال جمعيتها ومحاكمها وغيرها أن لها رأي مع مجلس النواب، وأنا متأكد أن مجلس النواب قد استشار هذه الجهات، يعني إذا كان فيه رأي أو استشارة أو خطوة لا بد وأن تكون من خلال الهيئات القضائية، ومجلس النواب لا يغيب عنه ذلك، يعني خاصة وإن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى من بيت القضاء في ليبيا ويفهم ذلك جيدا. في كل الأحوال القوانين التي تصدر في ليبيا لا بد لها وأن تصدر من مجلس النواب دون غيره. صحيح نحن معنا المجلس الأعلى للدولة وهو جسم استشاري جاء بالتوافق وفق اتفاقيات الصخيرات، وذلك من باب الملائمة ما بين الليبيين، فوضعوه جسما استشاريا
لمجلس النواب وللحكومة أيضا للعلم يعني. يعني حتى لما تطلع على الاتفاق السياسي ليس لديه صلاحية في إصدار القوانين، بل الاستشارة في بعض الأمور، والمستشار أحيانا تأخذ برأيه وأحيانا لا تأخذ برأيه، خاصة أن هذا مجلس نواب جسم تشريعي منتخب من الشعب الليبي، هو الوحيد المنتخب. كل الأجسام الموجودة في ليبيا هي آتية باتفاقيات، بخلاف مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد اللي هو من منتخب من الشعب الليبي، ويبقى إلى حين انتخاب مجلس آخر في البلاد. طيب. وبالتالي القانون الذي أصدره قانونا صحيحا. هذا ما يعترض عليه خالد المشري، وسألتك عنه أستاذ عبد الكريم إذا سمحت. نعم، هذا ما يعترض عليه خالد المشري. نعم. سيد السنوسي، نعم. المشري يقول بأن صلاحيات، نعم، إنشاء هذه المحكمة ليست صلاحيات تشريعية، وهو دعا القضاة إلى عدم الاعتداد بما أتى عليه البرلمان مؤخرا. إلى أي حد هذه المناكفة ما بين الطرفين يعني تبعد مسألة الثقة بين الجانبين التي حاولت الكثير من الأطراف أن تبنيها في الفترة الماضية؟ هو في نقاط ضروري من توضيحها، وربما يتفق مع السيد مريبي بأن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة حسب الاتفاق السياسي، ولكن الاستشارات في بعض المسائل يعني محددة هذه المسائل داخل الاتفاق السياسي بأنها استشارات ملزمة لمجلس النواب. لا يستطيع مجلس النواب أن يعين مثلا المؤسسات السيادية إلا بالتوافق مع مجلس الدولة، وأيضا لا يستطيع أن يجري أي تعديل دستوري إلا بالتوافق مع مجلس الدولة. ودعنا من مسألة أن يقوم مجلس النواب باستخدام حقه في إصدار قوانين، فيصدر قوانين يعني ربما تثير مشكلة كبيرة داخل يعني البلاد، باعتبار أننا الآن في مسار سياسي. عندما تدخل المسائل القانونية بهذا الشكل، أنا في وجهة نظري أنها تعقد المشهد. يعني لك أن تتصور بأن الدائرة الدستورية حينما أقفلتها المحكمة العليا ولم تعد تستقبل طعون منذ 2016 نعم، إلى قبل شهرين أو ثلاث أشهر عندما فتحت الدائرة السورية، يعني أتت الطعون وكأنها سيل متدفق، يعني وكأن هناك نية ربما لدى البعض بأن يفسد العملية السياسية بطعون قضائية وبغير ذلك. أعتقد بأن الـ يعني الإجراء الصحيح حاليا هو أن يعود المسار السياسي بين المجلسين، وأن يتم يعني لا أعرف إن كان القضاء يرون ذلك أم لا، أن يتم تجميد الدائرة الدستورية من جديد، لأن أحكام المحكمة العليا في السابق رفضت في 2014 عن طريق الاتفاق السياسي، أي بحل سياسي تم احترام حكم المحكمة. فهنا لا نريد أن نقع من جديد في مسألة يعني هي إشكالية سياسية ثم نذهب إلى علاجها قانونيا. هذا أمر صعب جدا في ليبيا الآن في ظل هذا الانقسام، في ظل التدخلات الدولية، في ظل ربما الأطراف السياسية أو الأجسام السياسية التي أصبحت عبء على الدولة الليبية وتريد أن تستمر في المشهد إلى الأبد. كل جسم سواء كان منتخب أو تم تعيينه باتفاق أو غير ذلك، كلها أجسام تريد أن تبقى إلى الأبد، ولولا وجود بعثة الأمم المتحدة، ولولا وجود رأي عام ضاغط، وربما بعض الدول التي تحاول أن تدفع في اتجاه الحل في ليبيا، يعني هذه أجسام حقيقة لا تريد أن ترحل، وهذه مشكلة كبيرة في تصوري. لذلك أعتقد بأن يعني أعتقد بأن المسار السليم هو أن يكون هناك استمرار للحوار بين المجلسين، وأن يبعد القضاء عن هذه التجاذبات السياسية، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإقفال الدائرة الدستورية مجددا. هل ثمت مساعي لذلك سيد عبد الكريم من أجل استمرار الحوار، خاصة وأن المشري يقول بأن المحكمة الدستورية البعض يريد إقرارها لرغبات لا تخدم الليبيين؟ دقيقة معي. لا سيد الكريم، طبعا مجلس النواب لديه الرغبة الأكيدة في استمرار الحوار ما بين المجلسين ومع كل الأطراف الليبية، وذلك من أجل أن نخرج من هذا المأزق ومن هذا النفق المظلم في ليبيا، وذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. أما فيما يخص إصدار قانون محكمة دستورية في ليبيا، هو بالدرجة الأولى جاء
من أجل تطوير القضاء في ليبيا واستقلالية المحكمة الدستورية، بدل أن تكون دائرة داخل محكمة عليا لابد لها وأن تكون محكمة مختصة لها رئيس ولها أعضاء ولها مستشارين، واعتقد لا ضير في ذلك. نحن الأمر أمر قضائي بالدرجة الأولى، من يأتون إلى هذه شكرا سعادة المستشار، انتهى وقت الساعة، أشكركم سعادة المستشار. ولديهم خلفية كاملة عن القضاء في ليبيا الأستاذ فتحي عبد الكريم المريمي، وكذلك أشكر الأستاذ السنوسي إسماعيل. إلى اللقاء. لهذا التماس. فقد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا، ولكنها الآن تعيد إعادة الموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهاجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري، ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، وراح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، العالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت الزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟
قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة؟ ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الأفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. أنظار النظام الإيراني صوب طلاب الجامعات، حوار بنية مشبوهة، ورئيسي يقر بالاحتجاجات من جامعة طهران. المرشد الإيراني تلقى ضربة من دائرته الأولى، شقيقته تتبرأ منه وتتهمه بإعادة النهج القمعي للخميني. الرئيس الصيني يصل السعودية في زيارة تستمر لثلاثة أيام تشهد قمماً خليجية وعربية. المجلس الأعلى للدولة يعلن تعليق الحوار مع البرلمان الليبي اعتراضاً على قانون المحكمة الدستورية ويطالب بإلغائه. أهلاً بكم. غبار العملية العسكرية البرية التركية شمال سوريا سبق آلياتها مع التصريحات المتواترة بين أنقرة وموسكو وواشنطن ودمشق. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وجه لنظيره التركي رسالة يرفض فيها القصف الأخير ضد الكرد في شمال سوريا، وأشار إلى أن تركيا نفذت عدة غارات بمسيرات عرضت فيها القوات الأمريكية عرضت للخطر. يأتي ذلك بينما أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا ترغب في أن تواصل تركيا هجماتها العسكرية في شمال غرب سوريا، رغم أنها تقر بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها. وأشار كيربي إلى أن العملية التركية ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل، وتهدد الجنود الأمريكيين في سوريا وكذلك مهمة هؤلاء في مكافحة تنظيم داعش. من القاهرة تنضم إلينا ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر. من اسطنبول ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة. مرحبا بكما أستاذة ليلى. تستطيع واشنطن في اللحظات الأخيرة رد تركيا عن مهمة القيام بهذه العملية أو لا بشكل مباشر؟ ماذا يخبر الأمريكيون قوات سوريا الديمقراطية؟ مساء الخير لك وللضيف وايضا للساده المشاهدين. اهلا وسهلا. بكل بد للولايات المتحده الامريكيه الادوات والمقاومات التي تمكنها من الضغط على تركيا ومنعها من القيام باي عمليه بريه.
لكن قدر الإمكان تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بأن تحافظ على حليفيها ربما في المنطقة من جهة، شريكتها في الناتو دولة تركيا، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية شركائها في محاربة الإرهاب. فهذا الذي يدفعها بأن تحاول أن تبقى على الحياد قدر من الإمكان، لكن بقناعتنا لديها كل الوسائل والمقومات التي تمكنها من ردع تركيا من القيام بأي عملية برية. طيب، هل ينفع الولايات المتحدة الحياد في هكذا موقف يا أستاذة ليلى؟ ما الذي طلبه المسؤولون سواء السياسيون أو العسكريون من قوات سوريا الديمقراطية من الجانب الأمريكي؟ طبعا بكل بد يعني الحياد في هذه المرحلة وغض الطرف عن الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا تضرب الاستراتيجية الأمريكية وتعرقل مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب، وهي تضرب بالدرجة الأولى المصالح الأمريكية أيضا في المقام الأول. كل ما نطلبه من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلعب لها دور كدولة فاعلة في الأزمة السورية و بمنع تركيا من القيام بأي اجتياح بري في شمال شرق سوريا، وهي ما نقولها علنا وليس في السر. طيب دكتور سمير، طبعا الموقف سأعود إليك طبعا الموقف سأعود إليك إذا سمحتي لي. دكتور سمير، ما هي يعني الخطوة التي من الممكن على الأقل تؤخر العملية العسكرية التركية الآن؟ يعني لا أقول يعني إلغائها، ولكن تؤخرها. يعني ما الذي تريده أنقرة على وجه السرعة؟ نعم، مساء الخير. أولا مساء النور. يعني قناعتي الشخصية أنه هذه العملية في الآن في موضع التريث والانتظار، يعني تتأخر لأنه في دخول أمريكي وروسيا على الخط، في نقاشات بين أنقرة وبين الطرفين اللاعبين الروسي والأمريكي، وكل طرف عنده عروض الآن تناقش مع الجانب التركي. المواقف التركية معروفة تماما، لا تحتاج إلى تكرار، لكن ربما في عرض أمريكي جديد الآن قدم إلى أنقرة كما نناقش نحن في الداخل التركي في هذه الآونة، مرتبط بنعم أن واشنطن ستضغط باتجاه أن تبدل قسد من سياساتها، مواقفها، لباسها، إيديولوجيتها، تقطع مع مجموعات العلاقة مع مجموعات حزب العمال وغير ذلك. لا أعرف أنه هل هذه الأمور ستكفي أنقرة؟ رأيي الشخصي لا. أيضا لأن الأهم أيضا هو دخول اللاعب الروسي كما تتابع. غدا نحن ننتظر قدوم لافرانتييف إلى أنقرة، وأظن أنه هو أيضا يحمل معه المزيد من العروض للجانب التركي باتجاه ربما الالتفاف على هذه العملية العسكرية التركية التي نتحدث عنها. طيب، الجانب التركي طلب شيء من الأمريكيين، ثمت يعني نقاشات اتصالات دكتور سمير الآن مستعجلة؟ المواقف التركية يعني باختصار معروفة، وما تريده أنقرة معروف تماما، يعني إبعاد هذه المجموعات عن المناطق الحدودية، سحب أسلحتها الثقيلة، حسم ملف داعش بأسرع ما يكون لإسقاط هذه الذريعة، هذه الورقة. وسؤال أساسي، يعني أنه منظوم عبدي يقول أنه عنده جيش وعناصر بحوالي 100,000 عنصر يريد أن يدافع عن حقوقهم السياسية والقانونية. هذا شأن أيضا يعني سيناقش بين الأتراك و الأمريكيين، يعني الخطة هل هي محاربة تنظيم داعش أنه أم أنه الحديث عن مشروع انفصالي في قلب سوريا. طيب أستاذة ليلى، ما هو سيناريو قوات سوريا الديمقراطية إذ ما يعني مضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه العملية؟ تعرفي أنت هو كان يقدم لهذا الموضوع كثيرا، حتى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أتى على هذه القضية قائلا بأن التأجيل والتسويف يعني منذ زمن. يعني الآن العملية يبدو أنها أقرب للمضي على الأرض، للتنفيذ على الأرض. يعني لم أتمكن من سماع صوتك في آخر جملة قلتها. آخر جملة ليست مهمة، المهم هو بداية السؤال.
ما هي سيناريوهات قوات سوريا الديمقراطية فيما إذا أصرت أنقرة على القيام بهذه العملية؟ يعني دعني أوضح بعض النقاط في بداية الأمر قبل الإجابة على سؤالك. قوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية بامتياز تتكون من كافة مكونات المجتمع السوري وليست قوات كردية لوحدها. فيما يخص الذرائع التركية والحجج بإبعاد القوات سوريا الديمقراطية عن الحدود، أظن هناك اتفاقية 2019 سوى تلك المبرمة بين روسيا وتركيا، أو هناك بجانب الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا هناك التزام من قبل قوات سوريا الديمقراطية بهذه الاتفاقية، و ما يتواجد فيها هي قوات النظام السوري في المناطق الحدودية على مع تركيا وفق اتفاقية 2019. إذن هي ذرائع وحجج من أجل شن عملية عسكرية. فيما يخص قوات سوريا الديمقراطية، هو مشروع سوري وطني بامتياز، ليس لديه أي نوايا انفصالية أو السعي إلى تقسيم سوريا، على العكس تماما. هذا المشروع يهدف إلى توحيد الأراضي السورية ومنع أي من التدخلات أو احتلالات خارجية. طيب، فيما يخص الخيار بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، بكل بُت نحن نحاول بكل السبل بالطرق الدبلوماسية عبر الفاعلين الأساسيين في سوريا، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، بحيث نمنع أي عملية عسكرية برية تعرض حياة المدنيين وتضر بجهودنا في مكافحة الإرهاب. لكن فيما إذا أصرت تركيا على القيام بالعملية فخيارنا هو المقاومة. طيب دكتور سمير، وزير الخارجية التركي رحب بالاستراتيجية العسكرية وميزانية الولايات المتحدة فيما يخص الوزارة الدفاع، في إشارة على ما يبدو بأن واشنطن ستبيع تركيا مقاتلات وأسلحة. إلى ماذا ترمي هذه الإشارة؟ طبعا هذه خطوة جديدة في مسار العلاقات التركية الأمريكية. إذا ما نفذت فعلا واشنطن هذه الخطوة وتراجعت عن التصلب بعدم بيع تركيا هذه المقاتلات الحديثة الجديدة، نعم، أو ذهاب وراء تحديث مقاتلات قديمة في بيد القوات المسلحة التركية، الآن أنا وأنت سنتابع كيف ستكون ترجمة هذا الموقف الأمريكي الجديد. هل سيلتزم الكونغرس بها وتنفذ كما سمعنا اليوم، أنه أم أنه سيكون هناك مماطلة أخرى؟ إذا كان السؤال أنه هل هذه الخطوة تخدم التقارب التركي الأمريكي، احتمال نعم قد يكون هناك فتح أبواب، لكن كما تعرف أنت أيضا حجم الخلافات والتباعد التركي الأمريكي كثيرة جدا، يعني بحيث تكون إلى ملفات أو يكون أحد العناصر هو يعني عدم القيام بهذه العملية مثلا لاستفادة واشنطن من استمرار قوات سوريا الديمقراطية، قوات برية على الأرض تحارب بها تنظيم داعش فيما لو عاد مثلا. لا أظن الموضوع F-16 نوقش بشقه اليوناني أكثر بين أنقرة وبين واشنطن. لا أظن المسألة مرتبطة بموضوع العملية العسكرية التركية، والدليل أنه أنقرة في غاراتها العسكرية الأخيرة كما تتذكر قبل أسبوعين استخدمت المقاتلة F-16 نفسها في هذه العمليات، وهذا يعني أنه تركيا لن تتوقف كثيرا عند موقف أمريكي يقبل أو يعارض استخدام هذه الأسلحة. طيب الجنرال مظلوم عبدي أستاذ ليلى يقول نرحب بخطوة الأسد عدم لقاء أردوغان قبل الانتخابات، هل هذا يعني بأن مؤشرات لقاءات ما بين قوات سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية قائمة الآن؟ هي لم تقف ولكن الآن بشكل مستعجل من أجل فعل شيء ما من قبل الجانب الحكومي؟ يعني طبعا هو مثار ترحيب من كافة الجهات، وأظن ليس موقف بشار الأسد، إنما هناك دول عربية أخرى ربما يكون لها تخطو نفس الخطوة بتأجيل اللقاءات إلى بعد الانتخابات لمنع منح حكومة العدالة والتنمية ورقة رابحة في الانتخابات. أما فيما يخص اللقاءات بين قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
سوريا أو حتى مجلس سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية فهي موجودة ومستمرة، لكن ما يحدث حاليا هو ضمن الاتفاق 2019 وضمن النطاق العسكري، ولكن نأمل بأن يكون هناك خطوات أكثر في ضمن الإطار السياسي أيضا يعني. طيب وهذا يتوقف يتوقف على جانب حكومة دمشق، لأنه نحن منفتحين على الحوار ودائما نبدي الاستعداد لأي حوار أو تفاوض بما يخص حل الأزمة السورية وحلحلتها. طيب طلبتم من الجانب الأمريكي يعني مسألة مناقشة مخيم الهول مثلا، مسألة عناصر داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، بأن هذه العملية فيما إذا لو تمت لا نستطيع السيطرة على هذا المخيم أو غير ذلك، عرض هذا على الجانب الأمريكي؟ يعني بكل بد ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكتنا في مكافحة الإرهاب وملف مخيم الهول وأيضا عناصر تنظيم داعش وإقامة محاكم دولية لهؤلاء العناصر بأقرب وقت ممكن، هي مسار نقاش وحوارات دائمة بيننا وبينهم، لأن أي تأخير أكثر لمعضلة مخيم الهول أو السجناء موجودين داخل السجون هي بكل بد قنابل موقوتة وقابلة للتفجير، وهناك من يحاول أن يستفيد من وجود هذه العناصر وبالتحديد دولة الاحتلال التركي، طالما عملت عبر سنوات على انتعاش ودعم داعش على كافة الأصعدة، كانت لوجستيا وعسكريا وماديا على كافة الأصعدة، وكيف أن شاهدناهم مؤخرا خلال العملية الأخيرة استهدفت قوات حماية المخيم وأيضا والقصف من قرب من السجون تواجد عناصر التنظيم، فهي قنابل موقوتة. نعم. في ظل أي ضرب لأمن واستقرار المنطقة هؤلاء العناصر هن والعوائل التنظيم هن خطر وتهديد جدي على ليست المنطقة لوحدها إنما العالم. هذا الخطر نعم، هذا الخطر يا دكتور سمير إلى أي حد الجانب التركي درست تبعات انفلاته؟ هل ثمت خطة ناقشها العسكريون الأتراك في حال تمت هذه العملية وتفلت هؤلاء مثلا؟ يعني أظن الأتراك يناقشون سواء كان مع الروس أو مع الولايات المتحدة الأمريكية ملف داعش منذ أكثر من عامين، وفي إصرار تركي على إنهاء هذا الملف بشقه القانوني السياسي الاجتماعي الإنساني بأسرع ما يكون، سحب هذه الورقة من يد الولايات المتحدة الأمريكية ومن يد مجموعات داعش. لذلك أنا قلت لك قبل قليل أن هذه الآن هذه المجموعات الإرهابية في داعش لم تعد تنشط كما كانت موجودة في السابق. ما هو مبرر هذه المئات الأطنان من السلاح الثقيل المقدم إلى قسد وضد من ستحارب وتستخدمه، خصوصا وأنه مظلوم عبدي قال لنا قبل حوالي أسبوع أنه إذا ما قررت أنقرة تنفيذ عمليتها البرية فهو سيشعل كافة الحدود التركية السورية. لا أعرف إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية سمعت هذه التصريحات من قبل مظلوم عبدي، هل لها علم بها أم لا؟ هذه نقطة أيضا تحتاج إلى نقاش مطول إذن بين قسد وبين واشنطن برأيي. طيب مسألة إشعال المنطقة بأي اتجاه يعني؟ يعني هل القوات هذه قادرة على أن تفتح جبهة مع الجانب التركي؟ هذا مرتبط بالسلاح الذي ينوي استخدامه مظلوم عبدي، لأنه هو الذي يهدد، هو الذي يقول أنه كل الحدود سيتم إشعالها، كيف، أين سيفجر، أين سيهاجم، من سيستهدف. هذه نقطة تؤكد مرة أخرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية بنظر أنقرة هي التي ستتحمل مسؤولية أي قذيفة تسقط داخل الأراضي التركية في أي عملية عسكرية تنفذ في المستقبل. طيب شكرا جزيلا لكما من اسطنبول، أشكر أستاذ العلاقات الدولية دكتور سمير صالحة، ومن القاهرة ليلى موسى ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر. تطور كبير اليوم في ألمانيا، إذ نجا هذا البلد من انقلاب كان قد يطيح بنظام الحكم، فقد ألقت السلطات الألمانية اليوم القبض على 25 شخصا من أعضاء ومناصري جماعة من أقصى اليمين،
كشف الادعاء العام أنهم كانوا يعدون لقلب نظام الحكم باستخدام العنف، مع الاشتباه في قيام بعض أفرادها بالتخطيط لهجوم مسلح على البرلمان. وقال الادعاء إن المجموعة استلهمت أفكارها من حركة تسمي نفسها مواطني الرايخ التي لا تعترف بشرعية ألمانيا الحديثة، وتصر المجموعة على أن الرايخ الألماني أي الإمبراطورية الألمانية لا تزال قائمة على الرغم من هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية. وأضاف الادعاء أن أحد قادة هذه الحركة تواصل مع ممثلين روس تعتبرهم المجموعة جهة الاتصال المركزية لتأسيس نظامها الجديد، لكن السفارة الروسية في برلين نفت أي علاقة مع مجموعة إرهابية من أقصى اليمين في ألمانيا. وفي إيطاليا كشفت الشرطة عن اعتقال ضابط سابق في الجيش الألماني تربطه صلات بالجماعة التي كانت تستعد للإطاحة بالدولة في ألمانيا بصورة عنيفة. من برلين تنضم إلينا مراسلة الحدث راغدة بهنا. مرحبا بك يا راغدة. يعني كلمة انقلاب نسمعها في بعض المناطق في بعض الدول، ولكن في ألمانيا تفاصيل ما جرى. مساء الخير حسين. بالفعل يعني هي محاولة انقلاب، ولكن حتى يعني هذا الأمر كان ربما بعيد المنال بعض الشيء، رغم أنه كانت هناك تحضيرات يعني جارية على قدم وساق منذ نوفمبر العام 2021. بحسب الادعاء العام، هذه الخلية عقدت عددا من الاجتماعات لتنسيق كيفية تنفيذ هذا الانقلاب، وتم الاتفاق بأن يكون الجناح العسكري داخل هذه المجموعة الذي تأسس من جنود سابقين داخل الجيش الألماني ومن القوات الخاصة، وتمكنوا من الحصول أو من جمع أسلحة. كان من المفترض أن يعني تنفذ هذه أو ينفذ هذا الجناح الانقلاب، يهجم على البوندستاغ ويعني يحصل الانقلاب وتستلم بعدها الحكومة التي كان يعني وضعتها هذه الجماعة برئاسة، الآن تقول أو يقول الادعاء بأنه رئيس هذه المجموعة هو يعني شخص من فرانكفورت يبلغ من العمر 71 عاما، وهو من عائلة من النبلاء القدامى في ألمانيا، هاينريخ برويس. وهو كان من المفترض يعني بحسب كل هذه الخطط التي كانت تخطط لها المجموعة أن يكون رئيس الدولة، ولكن بالطبع يعني تم الكشف عن هذا المخطط، ولكن طريقة الكشف عنه كانت أيضا ملفتة، لأنه مجموعة الرايخ التي كنت تتحدث عنها حسين هي نفسها كانت تخطط لاختطاف وزير الصحة كارل لاوترباخ في أبريل الماضي، وتم اعتقال الخلية قبل أن تشرع باختطافه، لأنه أصلاً هذه مجموعة تؤمن بنظريات المؤامرة، كانت يعني تؤمن ب يعني كانت تستهدف وزير الصحة بسبب ترويجه للقاحات ضد فيروس كورونا والإجراءات وما إلى ذلك. لذلك عندما تم الكشف أو القبض على الأشخاص ووقفهم يعني لعملية خطف وزير الصحة، قاد يعني المحققون أو قاد المشتبه بهم المحققين للوصول إلى هذه العملية، أو أولا يعني إلى هذا الشخص الذي يعتبر نفسه قائدهم، وتم الكشف عن كل هذه التفاصيل. يعني هذا مختصر ما حصل اليوم، ولكن تبعاته بالطبع ستستمر، هي لن تتوقف اليوم. طيب. من دون شك سيكون هناك تبعات كثيرة، لأنه أولا الآن الضوء بات موجها أكثر بكثير على حزب البديل الألماني، لأنه أحد أيضا المنتمين لهذه المجموعة هو عضو الآن أو هي عضو الآن في هذا الحزب، وكانت تمثله في البوندستاغ حتى العام 2021. طيب، مرصودة بعض ردود الفعل راغدة حتى اللحظة، ولو أن الخبر يعني ما زال التداعيات الآن، يعني ردات الفعل في الداخل الألماني، أحزاب، سياسيين، مسؤولين؟ The
بالفعل هناك يعني ردود فعل كثيرة، ربما يمكن نختصر كلام حزب الخضر بالقول بأنه حزب الخضر يريد الآن أن يدعو لجلسة مناقشة داخل البرلمان الفيدرالي داخل البوندستاغ لمناقشة التبعات، وكيف وصل الأمر إلى هنا، خاصة تأثير يعني ما جرى من اعتقال أو من كشف عن هذا المخطط، تأثير ذلك على الأمن أو على الجيش الألماني والقوات الخاصة، لأنه كما ذكرت يعني هناك عدد كبير من الذين في هذه المجموعة ينتمون أو كانوا ينتمون للجيش، وهذا الآن أعاد الأسئلة حول مدى اختراق اليمين المتطرف ليس فقط للمؤسسات العامة ولكن تحديدا للقوات المسلحة، لأنه منذ بضعة أعوام عندما كانت أرسولا فون دير لاين رئيسة الاتحاد الأوروبي الآن أو المفوضية الأوروبية عندما كانت وزيرة للدفاع كان هناك سلسلة فضائح يعني أيضا بسبب اليمين المتطرف واختراقه لصفوف القوات الخاصة والجيش الألماني، وحينها تم الاتفاق على أن تكون هناك خطوات تتخذها وزارة الدفاع للكشف عن يعني لأي درجة القوات الأمنية مخترقة ومكافحة الأفكار اليمينية المتطرفة داخل القوات الخاصة. الآن حزب الخضر يتساءل ما إذا كان بالفعل يعني تم تنفيذ أي من هذه المقترحات أو ما إذا كانت مجدية حتى إذا ما كانت نفذت، لذلك هذا أمر يريد أن يناقشه داخل البرلمان. أيضا يعني رد فعل ملفت من حزب البديل لألمانيا، لأنه كما ذكرت السيدة القاضية التي كانت تنتمي للحزب أو ما زالت تنتمي للحزب ولكن مثلته في البوندستاغ حتى العام الماضي، الزعيمين المشتركين للحزب أصدرا بيان يقولان أو يدينان هذه الخطط ويبعدان أنفسهما يعني نوعا ما عن ما يحصل، ويقولان بأنه في حال ثبتت الاتهامات عليها فهي من دون شك سيتم طردها من الحزب بشكل كامل. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل زميلتي راغدة بهنام، كنت معي من برلين. من بونيا انضم إلينا الدكتور جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مرحبا بك دكتور جاسم. إلى أي حد أجهزة الأمن مخترقة من اليمين المتطرف؟ هذا من خلال رسالة زميلتي راغدة، استنبطت هذا السؤال لأسألك. بعض المسؤولين يتساءلون في الداخل الألماني. تقرير الزميلة من برلين راغدة درهام ربما تضمن تفاصيل كثيرة حول عمل هذا التنظيم مواطني الرايخ. ما يعني أما موضوع تغلغل واختراق أو خرق هذه الجماعات إلى المؤسسات الأمنية خاصة الأمن والدفاع هي واسعة جدا غير محدودة، ولذلك مثل ما ذكرت في التقرير الزميلة من برلين بأن هنالك كتائب قتالية، هذه الكتائب القتالية الثلاثة هي من النخبة القتالية الألمانية المتقدمة داخل الناتو أيضا خارج حدود ألمانيا، وتم تفكيكها بسبب اختراقها من قبل اليمين المتطرف خلال العام الماضي. ما عدا ذلك في الجيش الألماني أيضا وجدوا أنه عدد من الضباط ومن الجنود ومن أيضا من الأفراد الذين يعملون داخل الجيش الألماني بدأوا يعني يسربون الأسلحة والذخيرة إلى هذه الجماعات المتطرفة. أما لو تحدثنا عن الاستخبارات الألمانية، الاستخبارات الألمانية تتعامل مع اليمين المتطرف في شفرة مركبة ومعقدة تختلف عن تعاملها مع الجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة، كون لديها يقين ولديها معلومات بأن الاستخبارات الداخلية مخترقة من الداخل من قبل اليمين المتطرف. لا ننسى أنه تم إقصاء حتى رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية السابق بسبب وجود شكوك حول ميولات يمينية إلى هذا الحد. فإذا نتحدث عن خرق كبير داخل المؤسسة. طيب هذا فيما يخص الخرق الأمني والذي بدأت به يا دكتور جاسم، يعني مسألة قيام هذه المجموعة نحو 25 شخصا ومسألة القاء القبض ومسألة المتابعة، يعني بدأت مع زميلتي كذلك راغدة بأن مسألة انقلاب تسمعها في الكثير من بلدان يعني أفريقيا وفي بعض المناطق، ولكن في ألمانيا كيف يمكن التعامل مع هكذا حالة الآن من قبل السلطات؟ السلطات هي وصفتها بالانقلاب
لكن أنا أرى يعني أنه كان مخطط انقلاب، وانقلاب من وجهة النظر يعني مواطني الرايخ، فهو وصف ربما مبالغ فيه من قبل الحكومة الألمانية. أجد أنه هي محاولة أو عملية مخطط لتنفيذ عملية إرهابية لاجتياح البرلمان. لكن يعني مثل ما جاء في الطرح ده، لا يمكن أن يكون انقلاب في دولة مثل ألمانيا في نظام ديمقراطي. فإذا التدابير التي تتخذها واتخذتها الحكومة الألمانية في إجراء هذه المداهمات والاعتقالات والتفتيش، هذه لم تجي بشكل عشوائي. هذه كان لديها قبل شهرين وثلاثة الادعاء العام، لديه أيضا تفاصيل بعد تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من داخل هذه المجموعة، وصلوا إلى هذا العدد 25 أو ربما هو أكثر، هنالك متعاطفين. فإذا التدابير هي موجودة، وقدرة الحكومة على المواجهة أيضا موجودة، ولذلك نستطيع أن نوصف من ناحية أمنية من ناحية استخبارية ما قامت به هي عملية استباقية وليست وقاية، هي عملية استباقية. استبقت الاستخبارات الألمانية تفكيك هذه الخلية قبل تنفيذها. فإذا هي الحكومة الألمانية توصفها بالانقلاب، لكن أنا جئت أنه هي عملية إرهابية اجتياح البرلمان، ممكن باستخدام حتى الأسلحة النارية والمتفجرات، هذا ممكن جدا. طيب إلى أي حد هذا سيفتح العين على مزيد من المراقبة دكتور جاسم، سواء لليمين المتطرف أو ما قامت به تركيا في الآونة الأخيرة من مراقبة سلوك إيران أو التنظيمات المتطرفة أو التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان وغيرها؟ نعم. بشكل عام نعم، التدابير هي موجودة. اعترفت الاستخبارات الألمانية منذ عام 2020 بأن يعني اليمين المتطرف مخاطرة بالتزايد وبالتوازي ويفوق المخاطر التي تمثلها الجماعات الإسلام السياسي وكذلك الجماعات الجهادية وحتى اليسار المتطرف. اليمين المتطرف يمثل هو الخط الأعلى، وهذا جاء في تقرير الاستخبارات الألمانية العام الماضي وكذلك عام 20. أجد أنه الحكومة الألمانية للأسف أنه بدأت تعطي اهتمام إلى اليمين المتطرف فقط منذ عام 2016. بعد 2016 كان لديها سياسات في مواجهة اليمين المتطرف، لكن مواجهة اليمين المتطرف هي صعبة جدا ومعقدة. وأجد أنه هي أصلا يعني صحيح هي لديها التدابير ولديها القدرة في إحباطها، لكن لا يعني أنه هي تستطيع أن تفهم ما يجري أو تحصر أعداد من نشاطهم مختلف. دكتور جاسم، نشاطهم وسلوكهم مختلف في الداخل، يعني المراقبة هناك توزيع، نعم، توزيع الأدوار السياسي وكذلك العسكري. لذلك اليمين البديل من أجل ألمانيا لما ينأب نفسه داخل البرلمان بأنه ليس لديه علاقة مع التنظيم العسكري، هو يريد أن يحافظ على بين مزدوجين شرعيته موجود. هنالك توزيع بالأدوار، ولا ننسى أنه حتى داخل البديل من أجل ألمانيا كانت هنالك كتلة سميت الجناح العسكري تم مراقبتها من قبل الاستخبارات العسكرية قبل الاستخبارات الألمانية وتم تجميد عملها. فإذا نعم، حتى سياسيا هنالك تدابير تتخذها الحكومة الألمانية. شكرا جزيلا لك من بون الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات. وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض اليوم في زيارة تستغرق 3 أيام، وتأتي الزيارة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز. وتشهد الرياض غدا وبعد الغد 3 قمم، الأولى سعودية صينية والثانية خليجية صينية وقمة عربية صينية. من جهته قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ستظل شريك الصين الموثوق به والمعول عليه في مجال الطاقة، وأضاف أن المملكة والصين تسعيان لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية. مجموعة مصالح متبادلة تدفع باتجاه تعزيز العلاقات السعودية الصينية، ففيما ترى الرياض بالشريك الصيني مزايا تعزز مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، تبحث بكين عن من يعزز مكانتها ويحسن صورتها عربياً.
كيمياء غير مخفية تجمع الرياض وبكين، سرعت عجلة التعاون العسكري والاقتصادي التي سبقت التأطير السياسي الكامل بينهما. تركيبة العلاقات بين البلدين تعود جزئياتها لمجموعة من الدوافع المتبادلة، فأولويات العلاقة مع الشريك الصيني تتمثل بالتعاون غير المشروط، أي غياب أي شروط صينية في الانفتاح على مزيد من آفاق التعاون بين الجانبين. ورغم أن انفتاح المملكة على الصين ليس استثناءً، بل يدخل ضمن سياسة التوسع شرقاً واستراتيجية تعدد البدائل والتحالفات وإن كان بمستويات متفاوتة، إلا أن الصين استحوذت على الحصة الكبرى لإمكانياتها الاقتصادية وموقعها بمجلس الأمن، سياسة تبعث برسائل لبعض حلفاء المملكة بعدم رهن المصالح لخيارات دولة محددة مهما كانت مكانتها. وضمن مزايا التعاون تدخل السوق الصينية المتعطشة للنفط ومصادر الطاقة، فالصين التي تعد رابع منتج للنفط في العالم تعتمد على الاستيراد كذلك بسبب ارتفاع الطلب أكثر من الإنتاج المحلي. وهنا تأتي محاولة إبعاد الصين عن إيران أو على الأقل إضعاف علاقتها بها، وبالتالي تقليل الحاجة الصينية للنفط الإيراني وزيادة ضغط العقوبات على طهران. من جهتها تستقطب السعودية الاهتمام الصيني من منطلق موقعها بالمنطقة العربية ومركزية قرارها، فالتعاون مع المملكة يضفي مشروعية على سياسة الصين الخارجية وثقلها بالمنطقة وموازين القوى الدولية، كما يخلق فرصا لتحسين صورتها بالعالم العربي. تعاون يصب أيضا في زاوية مستلزمات مشروعها الاستراتيجي المتمثل بطريق الحرير بحكم الموقع الجغرافي للسعودية وإمكانياتها المادية. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كشف في أبريل عام 2021 عن أن السعودية تصنع شراكات استراتيجية للحفاظ على مصالحها، وتعمل أيضا على تعزيز تحالفاتها مع شركائها في العالم. احنا نعمل مع العالم كله، العالم كله واسع. الولايات المتحدة الأمريكية كانت في الخمسينات تشكل 50% من اقتصاد العالم، اليوم حجم الاقتصاد الأمريكي يشكل ما يقارب 20% من حجم الاقتصاد العالمي، وبدأ العالم يستعيد توازنه بعد الحرب العالمية الأولى والثانية. نعمل على الحفاظ على شراكاتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة واللي هم أهم شركاء لنا، ابتداء بدول الخليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط، كما أن نعمل على تعزيز تحالفاتنا مع شركائنا في أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، أوروبا وغيرها من الدول. كذلك نعمل على صنع شركات جديدة مع الجميع، سواء روسيا أو الهند أو الصين أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو غيرها، لمصالح المملكة العربية السعودية بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم. فاليوم الصين أعلنت أيضا أن المملكة السعودية شريك استراتيجي، والهند كذلك أعلنت المملكة السعودية شريك استراتيجي، وكذلك روسيا أعلنت المملكة السعودية شريك استراتيجي، ولا تزال المملكة السعودية شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. نعزز مصالحنا مع الجميع بما يخدمنا وبما يخدمهم وبما يخدم المصالح الدولية، وفي الأخير كل دولة لها الخيار، إن استطعنا أن نعمل معهم على إنجاز ما فيه خير للجميع كان بها، ولا نستطيع فالخيارات واسعة في العالم. الآن مشاهدينا ننتقل إلى استوديو الرياض مع الزميلة كريستيان بيسري التي تحاور الكاتب الصحفي جاسر الجاسر. مرحبا بك كريستيان وبضيفك. أهلا
أهلا بك حسين وبالمشاهدين. إذن نستمر في هذه التغطية من الرياض المخصصة لزيارة الرئيس الصيني والتي ستشهد انعقاد 3 قمم لمناقشة حيثيات هذه الزيارة. ما الذي يمكن أن ينتج عنها؟ نرحب هنا بضيفنا الأستاذ جاسر جاسر المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ جاسر. إذن هذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، سبقها بزيارة عام 2016، والعلاقة بين البلدين تعود أيضا ل3 عقود. ولكن رغم ذلك قال منذ قليل في تصريح له بأنه يعني يعول على أن تنقل هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد. ما الذي يقصده؟ ما الذي يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة؟ هذا ما يجعل الزيارة مختلفة عن الزيارات السابقة في طبيعتها وفي نوعها وفي أهدافها. الانتقال هو أكد على نقطة، على الثقة الاستراتيجية بين البلدين. هذه مسألة مهمة، مهمة للمملكة ومهمة للصين، مهمة للمملكة لأن رؤية المملكة تقوم على بناء مستقبل وليس على مشاريع وصفقات آنية ومرحلية مع الدول الأخرى، فهي تنظر إلى ما يحقق هذه الأهداف سواء في مختلف المجالات التنموية وفي مختلف برامج الرؤية المحددة والواضحة. الصين طوال الفترة الماضية برهنت على أن هذا الشريك الموثوق، وهي تمتلك تقنيات وإمكانات متعددة ولها أيضا مساهمات معينة، وهي لها تسعى أن تكون في المنطقة، ولذلك النقلة لن تكون فقط على مستوى المملكة. في الجانب الأساسي هذه الدائرة الأولى، الدائرة الأولى بناء العلاقات بين البلدين وبناء تطويرها السريع. هي علاقات لافت طبعا من 2006 ويتطور بشكل متسارع إلى درجة أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول للمملكة، لكن العمل لا يقوم على هذا الشكل، العمل يقوم على تواصل بناء الثقة. فنحن لما نراهن اليوم على التنمية، لما المملكة مثلا على سبيل المثال حينما تبني المدن الجديدة، حينما تسعى إلى توطين 50% من صناعة الأسلحة، تحتاج إلى شركاء أكثر ثقة واستمرارية، تحتاج إلى شركاء تطمئن إلى أنهم لن يكون هناك رهانات سياسية أو حالة تقلبات سياسية تؤدي بالتالي تنعكس على هذا المسار سلبا. فالتوظيف الطويل المدى يعتمد على هذه الرؤية، ولذلك يعني هل أفهم من كلامك بأن الطابع التجاري سيطغى حتى في المستقبل على هذه العلاقات كما كان سابقا، أم أنها يمكن أن تأخذ طابعا آخر؟ هي الطابع التجاري محوري جانب منه، لكن هو يقوم على هالمعطيات، يقوم على معطيات الثقة والشراكة. والجانب الآخر الذي ممكن يتحقق في هذه الصورة هو الجانب السياسي، أيضا مساهمة الصين في تعديل المواقف السياسية الصينية فيما يخص المنطقة، لأن الصين الآن أصبحت شريك، أصبحت جزء من المنطقة في عملية التنمية، وهذا يمكن ما ستفرز عنه القمم الثلاث في صورتها العامة في المحصلات التعاون المختلفة، وليس فقط في الجوانب الاقتصادية. وهذه الجوانب الاقتصادية هي بجانبها تنموية لأنها مستمرة ومستديمة وتمضي إلى حالة الشراكة. فالحاجة إلى أن تحقيق الاستقرار في المنطقة من أجل ضمان استمرارية التنمية لابد أن يكون هناك استقرار، والصين تستطيع أن تكون أيضا شريكا في هذا الجانب بشكل أساسي في المرحلة الجاية. يعني نشهد أن مواقف للصين معينة سياسيا في مناطق مختلفة، لكن اليوم أنا أعتقد يكون هناك بعض التحولات بما يحقق هذا الاستقرار الضامن للتنمية. كيف يمكن للصين أن تساهم بتحقيق استقرار المنطقة؟ نعلم بأنها أيضا شريك أساسي لإيران. هل يعني نحن أمام رسم ملامح جديدة للتحالفات في المنطقة تساهم بدورها برسم عالم ذو قطبين كما يروج له؟ لا أعتقد المسألة بهذا الشكل، يعني ليست رهانات يعني اتجاهات معينة، ولا تقوم المملكة، الرهان الذي يدور أعتقد عليه هو التنمية المشتركة. التنمية المشتركة لها متطلبات معينة من أجل أن تتحقق، ولذلك صحيح الصين لها علاقات وثيقة مع إيران، قد تكون عامل إيجابي في مساعدة إيران، وقد تكون عامل إيجابي في التحول والرؤية للمنطقة بشكل مختلف، باعتبارها أيضا أصبحت هي جزء من هذه المنطقة بشكل ليس على المستوى السياسي. طبعا هناك تفسيرات سياسية أنه هذا تحولات معينة في اتجاه أو بناء تحالفات. المسألة لا أعتقد أن تفكير المملكة العربية السعودية سياستها رؤيتها خططها طريقة العمل لا تقوم على هذا الأساس. الأمير محمد أعلن مرارا أن ما يعنينا في هذه المنطقة أمران، التنمية والاستقرار، وهذه التنمية والاستقرار تقوم ليس فقط على المملكة، تحتاج إلى أن تكون المنطقة كلها شريك في هذا الجانب. ومن هنا تأتي الدعوات سواء للدول العربية لعقد القمة العربية الصينية للعمل كفريق واحد في رؤية واحدة هي أساسها تنموية وليس أساسها سياسية، ليست تحالفا سياسيا وليست انحيازا لقطب على قطب. هذا العمل نقول نحن نختار
من يتوافق مع متطلباتنا وأهدافنا وخططنا وبرامجنا، ومن أيضا لديه مصالح مشتركة معنا لنعمل سويا. فالجانب صحيح، لكن هذا أن يكون له تفسير سياسي هذه مسألة أخرى، لكن سيتحقق في الجانب الموقف السياسي للصين عموما موقف متوازن وهادي، لكن أيضا هي محتاجة أن تكون هناك تسريع للمساهمة في هذا الجانب، خاصة في إطار علاقتها مع إيران، وبالتالي تعديل أما المساهمة تعديل الموقف الإيراني، أما المساهمة أيضا في تخفيف نمط هذه العلاقة ومراجعتها بشكل كامل، أيضا العمل بشكل أكثر يعني تواصل وأكثر قوة مع المجموعة العربية كاملة وفي رأس المملكة العربية السعودية. وزير خارجية الصين قال بأننا نولي أهمية للرياض في الشرق الأوسط كحليف أساسي، هل هذا يعني بأن الرياض ستكون الحليف الأساسي على حساب طهران أم ليس بالضرورة؟ يمكن كما يعني قلت حضرتك أن تلعب دور الضاغط على طهران من أجل تعديل سياساتها في المنطقة. ليس هناك يعني في النية أن يكون هناك ضغط، أو هي ليست مساومات، لكن قد تكون تحولات طبيعية. الرياض عندما تعقد المملكة عندما تعقد قمة عربية كاملة مع الصين وتجمع الدول العربية في موقف واحد مشترك ورؤى مشتركة وعمل مشترك، هذا يعبر عن حجم والقوة والثقل والمركزية المملكة، وهذه هذا الدور الذي تقوم المملكة لم يكن ناشئ. نسترجع قليلا جولات الأمير محمد الخليجية وكيف خلقت رؤية متصورة من خلال البيانات الختامية، جولات الأمير محمد العربية وكيف أيضا خلقت تصور في المواقف العامة، العمل الاقتصادي بين المملكة والدول العربية المختلفة الذي يقوم على بنية الأساسية رؤية المملكة و ماذا يقابلها في الاقتصادات الأخرى بحيث يتم تبادل المنافع. دخول الصين اليوم فهي لا تأتي زيارة مفردة للمملكة، هي تأتي للمنطقة، وبالتالي المملكة تقدمها لشركائها الإقليميين العرب الخليجيين والعرب على أنها شريك جديد داخل فيها. سيكون هناك قد يكون هناك اتفاقات طبعا ثنائية هذه منتهية، قد يكون هناك أيضا اتفاقات ضمن المجموعة الخليجية، وقد يكون هناك اتفاقات ضمن المجموعة العربية في الجانب الاقتصادي طبعا في الاستثمار الممكن، في تقليص النفقات، في العمل المشترك، في توحيد المعايير. طيب وبالتالي تؤدي إلى بما أنك قلت بأن الصين تأتي إلى المنطقة، هل هذا يعني كما يقول البعض بأنها تستغل الخلافات الأمريكية السعودية لتبني لها موقعا أساسيا في الشرق الأوسط؟ إذا لو أخذنا بهذا التفسير نحن نقول أن المملكة فيها جانب سلبي، لا، المملكة أعلنت من فترة مبكرة منذ 2016 ومنذ 2015 حينما جاء الملك سلمان بناء الرؤية المملكة وخطط المملكة تقوم على التنوع، نختار الشركاء بما يحقق مصالحنا ومصالحهم مشتركة، لا نستهدف أحدا معين، وذلك المملكة لم تكن في يوم من الأيام لننسى كان هناك مرحلة إيديولوجية سابقة قديمة انتهت، المرحلة السابقة الإيديولوجية كانت تعني يعني الانحياز الكامل للغرب، اليوم لا، نحن نتكلم على مصالح وعلى تنمية، ما الذي يحقق؟ وقال الأمير محمد سنبحث عن مصلحتنا في روسيا، في أمريكا اللاتينية، في الصين، في الهند، واليوم المملكة شريك استراتيجي للصين، شريك استراتيجي لروسيا، شريك استراتيجي للهند، شريك استراتيجي للولايات المتحدة. احنا نود أن نتحرر من هذه الروابط السياسية وهذا الفهم السياسي لمسألة العلاقة، دولة تسعى لأن تكون تحقق تنميتها بما يلبي، ولكن هذا من وجهة النظر السعودية، ولكن من وجهة النظر الأمريكية صحيح بأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس قال بأننا لا نطلب من دول العالم أن يكونوا أو معنا أو ضدنا أو مع الصين، نحن نحترم يعني الخصوصيات، ولكن البعض يعتقد بأن الرئيس بايدن وهو السياسي المخضرم الذي عايش الحرب الباردة لم يخرج منها بعد، وبالنسبة إليه هناك صفات واضحة يعني أو معنا أو مع الصين. برأيكم كيف ستتلقف الولايات المتحدة هذا التوجه أو الاستدارة الجديدة إذا صح التعبير للسعودية؟ أنا أفضل أسميها التنوع يعني أو فتح مجالات. شأن أمريكي، الأميرة ريما بنت بندر حينما قالت الولايات المتحدة أنها تفكر أن تعاقب السعودية بسبب أوبك بلس وكذا وأنها تراجع علاقاتها، الأميرة ريما قالت ونحن أيضا بحاجة لمراجعة العلاقات. الفهم الأمريكي الذي يمكن يمثله جيل بايدن أو الفكرة أو نوع أساس الأمريكان إنه هذه العلاقة حتمية وثابتة لها معايير محددة بحيث هناك طرفين يقرر وطرف يستقبل، هذه انتهت المسألة. فالمملكة تراجع علاقتها مثل ما تراجع أمريكا، بالطبع لن ترضى واشنطن سواء أعلنت أو ما أعلنت، لكن أنا أعتقد رضا واشنطن مسألة ثانوية، لأنه الخسارة الكبرى هي للاقتصاد الأمريكي وهي الاقتصاد الغربي. ولكن هناك شقين، يعني الرضا الأمريكي ثانوي، ولكن بالمقابل السعودية تحرص أيضا على أن
تبقي على علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة ولو أنها عززت علاقاتها التجارية مع الصين. يعني ألا تأخذون ذلك أيضا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة ستبقى الضامن الأمني للسعودية ودول الخليج في المنطقة؟ حينما جاء بايدن إلى الرياض عقدت قمة الأمن والتنمية. الأمن كان أساسي، شريك حليف موضوع قديم، علاقات وشائج، شبكة ونسيج متماسك من العلاقات المتينة القائمة التي أعمق وأقوى من يعني نسميها الطفرات السياسية في الموقف الأمريكي. أثبت هذه صحيح أن نقول ليس لم يعد اليوم يوجد تناغم كبير، لكن هذا ليس بالضرورة. أنا أعتقد لابد أن يكون هناك إعادة فهم المسألة. هل من الضروري أن نكون صوتا واحدا؟ لا، نحن صوتان، صوت أمريكي وصوت سعودي، نتقارب في نقاط ونختلف في نقاط ونحترم بعض. وبالتالي الرسالة التي ستصل نحن شركاء للجميع ونحن نعمل مع الجميع ونحن نحترم الجميع. الولايات المتحدة شريك استراتيجي لا شك في ذلك، هناك يعني برود سياسي، هناك صورة مختلفة، هذه الصورة نحترمها ولا نختلف، لكن لا تتجاوز هذا الحد. فبالتالي لا تقرر الولايات المتحدة للمملكة أن تذهب يمينا أو يسارا، لكن هذه الالتفاتات، هذه النشاطات المملكة ليست سياسية، لا تمثل ارتباطا أيديولوجيا ولا تمثل ولاء سياسيا، هي تمثل خيارات تنموية، وهذه الخيارات التنموية مفتوحة. فعدم الرضا الأمريكي لن يؤثر، بالتالي هل ممكن معقول أن تعطل المملكة مصالحها التنموية وخططها المستقبلية من أجل رضا الإدارة في واشنطن؟ أنا أعتقد مرحلة وانتهت، تغيرت هذه المرحلة كثيرا، وهذا الصوت السعودي اليوم يختلف في هذا الجانب كثيرا. ولذلك هل تعتقد بأنه لأن الصين ليس لديها نية لتصدير أي عقيدة، لا نظامها ليس مبنيا على عقيدة ما، وبالتالي هذا يمكن أن يطمئن الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل عام؟ يمكن هذا ما يطمئن المملكة أكثر. هذه الموثوقية وهذا التعامل الذي يخرج تماما عن أشكال الابتزاز السياسي والتوتر السياسي والمطالبات السياسية والاصطفافات السياسية، هذا هو ما يميز الصين فضلا عن إمكاناتها الاقتصادية والتقنية المختلفة التي تشكل يعني التي تغري وتجذب المملكة العربية السعودية للاستثمار فيها. فبالتالي ليس هناك قلق، ليس مطلوبا أن تتخذ قرارا سياسيا في هذا الجانب، ولا يمثل هذا التحول. الخصومة الأمريكية الصينية خصومة اقتصادية بالدرجة الأولى، والتخوف من هذا النمو الاقتصادي الصيني، ولذلك هذه القمة صحيح ستزيد خوف واشنطن، لأن القمة العربية قد تعمق هذا النمو وتزيده وتوسع دائرته وتمنحه مقومات للتطور السريع بشكل أفضل. ولذلك لكن هذا خيار. إذن بالتالي ما الذي يمكن الرهان عليه؟ هل يمكن الرهان البقاء ساكنين في المنطقة في حالة صمت وسكون، أو العمل المستمر؟ ولما تجتمع الدول العربية وهذا يعني هذا التغير الكامل، لما تجتمع الدول العربية في هذا الحضور في هذه القمة وتعمل كفريق واحد أو فريق متناغم، من نقول فريق واحد، فريق متناغم يشترك في يعني مواصفات معينة ويسعى لأهداف محددة، إذا بالتالي أصبح هناك صوت أيضا إقليمي في المنطقة تقود المملكة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات جاسر جاسر، المحلل السياسي، كنت معنا هنا في استوديو الحدث في الرياض، شكرا لك. وعودة إليك إلى الزميل حسين في استوديواتنا في دبي. شكرا جزيلا لك زميلتي كريستيان بيسري، وشكرا لضيفك الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. بهذا مشاهدينا باستوديو الرياض نأتي إلى نهاية الساعة الثانية من الأخبار الليلة، نشكركم على حسن المتابعة، دمتم بخير وعافية، إلى اللقاء.